أشاد وزير الخارجية سامح شكري بدور المجر في تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ودفعها لآفاق أرحب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، حيث أوضح شكري أن المباحثات تركزت على تدعيم العلاقات الثنائية والتأكيد على الشق الاقتصادي منها، مشيرا إلى جهود جذب الاستثمارات المجرية إلى مصر. مباحثاتنا اليوم تركزت حول تدعيم علاقاتنا الثنائية، تناول القضايا الإقليمية، التأكيد على أهمية الشق الاقتصادي في العلاقات، والوزير يأتي مع وفد من رجال الأعمال المجريين وعقد منتدى الأعمال المصري المجري، وإن شاء الله يكون له تأثير في استكشاف مجالات التعاون ذات الفائدة للطرفين والاستمرار في استقطاب الاستثمارات المجرية إلى مصر.